وسيطر أبرهة الحبشي على اليمن، وكان تابعاً للنجاشي ملك الحبشة. ولأن النجاشي كان على دين النصرانية، أراد أبرهة إظهار ولائه الكامل له، فقرر بناء كنيسة لم يرى مثلها في ذلك الزمان، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهٍ حتى أصرف إليها حج العرب. ويذكر أن أبرهة استذل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة وسخرهم فيها، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده، وجعل ينقل إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس، وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا. فعلمت العرب بكتاب أبرهة للنجاشي، فغضب رجل من كنانة، فخرج حتى أتى القليس، فأحدث فيها وملأها بالقاذورات. فعلم أبرهة بذلك فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعة رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا. فغضب أبرهة عند ذلك، وأقسم ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وأخرج معه الفيل. وسمعت بذلك العرب ورأوا جهاده حقا عليهم، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة، فقاتله فهزم وأخذ أسيرا. وتابع أبرهة طريقه حتى وصل إلى الطائف، فقالوا له: لا تقتلنا، نحن عبيدك وفي خدمتك، وسنبعث معك من يدلك على الكعبة. فتجاوز عنهم، فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. وفي الطريق مات أبو رغال، فرجمت قبره العرب لأنه خان الكعبة. فلما نزل أبرهة بالمغمس، ساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم، وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فانطلق عبد المطلب حتى أتى أبرهة فدخل عليه، فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه ونزل عن عرشه، ثم قال: قل ما حاجتك؟ فقال عبد المطلب: حاجتي أن ترد علي 200 بعير أخذتها مني. فقال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أخذتها منك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه، ولا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة: ما كان ليمتنع مني. فقال عبد المطلب: ها هو أمامك، فافعل ما بدا لك. فانصرف عبد المطلب بعد أن ردت له الإبل متجها إلى قريش، فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الجبال خوفا عليهم من الجيش. خرج أهل مكة نحو الجبال المحيطة بها، وجلسوا يراقبون الكعبة من بعيد. تحرك الجيش حتى دخل مكة، فلما اقتربوا من الكعبة أمر أبرهة أن يتحرك الفيل ليهدمها، وكان الفيل يدعى محمود. وتحرك الفيل نحو الكعبة. في هذه اللحظة كان أحد الأسرى الذين أسرهم أبرهة ويدعى نفيل بن حبيب استطاع أن يفر من الأسر، وبدأ يجري نحو الفيل، ثم راح يصرخ في أذنه: أبرك أبرك محمود، أبرك محمود، فإنه بيت الله الحرام. فجلس الفيل أمام الكعبة، فإذا حاولوا جره باتجاه آخر غير الكعبة يتحرك، أما نحو الكعبة يجلس ولا يتقدم. وبينما هم كذلك حدثت المعجزة العجيبة. سواد يقترب حتى وصل إلى مكة،
غطى سماءها، وإذا بها بطيور أبابيل صغار، وكل طير معه ثلاثة أحجار، حجران في رجليه وحجر في منقاره. وبدأت هذه الطيور الصغيرة ترمي الحجارة على جيش أبرهة، وهي مملوءة بمادة أذابت أجسادهم، وتساقطت لحومهم، وسقطوا أمواتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقف يهود المدينة وراح مناد يصرخ فيهم: يا قوم يا قوم، ظهر الليلة نجم أحمد الذي لا يظهر إلا لميلاد نبي. ففي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وبعد 50 يوما من حادث الفيل، ولد الهدى، ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت البشائر والإشارات العظيمة لميلاده صلى الله عليه وسلم. ففي الحيرة في مناطق العراق وفارس وعند قصر كسرى حدث زلزال اهتز معه إيوان كسرى، وسقطت منه 14 شرفة. أما نار المجوس التي لا تنطفئ أبدا ويحرصون على إشعالها ليظلوا عاكفين على عبادتها، انطفأت في ذلك اليوم كإشارة على انتهاء الشرك وبداية عبادة الله الواحد. ولما سمع عبد المطلب بالبشارات، وخاصة أن محمدا عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء أول ولادته، وأنه ولد مختون ومسرور، أي حبله السري مقطوع، فرح فرحا شديدا وقال: سيكون لابني هذا شأن عظيم وأسماه محمد. وسر تسمية محمد أن عبد المطلب كان في تجارة إلى المدينة، وسمع من بعض أحبار اليهود أن نبي آخر هذا الزمان سيأتي وسيكون اسمه محمد. وكان أهل مكة يرسلون الرضع إلى الصحراء، وذلك أن الصحراء بهوائها النقي تحميهم من انتقال الأمراض المحملة من الحجاج الموجودة في مكة، كما أنهم أرادوا لأولادهم النشأ في خشونة وصلابة بعيدا عن ترف المدينة وراحتها. وكانت مرضعات القبائل البدوية الأعرابية التي كانت تعيش في الصحراء تأتي من فترة لأخرى إلى مكة لتبحث عن ولد من أولادها لترضعه مع ابنها، ولم تكن تقبل أجرا مقابل الرضاعة إلا إذا كانت هدية من عائلة الرضيع. وكما باقي نساء مكة كانت آمنة تنتظر قدوم المرضعات، وكان من بينهن حليمة السعدية، ومعها زوجها الحارث من قبيلة بني سعد، وكانوا يعانون الفقر الشديد. وبلغ من حليمة الفقر والجوع لدرجة أنها لم تكن قادرة على إرضاع صغيرها، حتى أن الأتان التي كانت تركبها كانت ضعيفة جدا ومريضة، ومن شدة ضعفها كانت تتأخر في رحلة الطريق عن الأخريات، فيقولن لها: أخرتنا يا حليمة، فتقول: والله ما بهذه الأتان من طاقة. ووصلوا إلى مكة، وبدأت نساء مكة يعرضن عليهن الأولاد الرضع، فكن يرفضن محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتيما، إلا حليمة السعدية قالت لزوجها: دعنا نأخذ اليتيم لعل الله يبارك لنا فيه. فلما أخذوه حلت عليهم البركات، وأول تلك البركات كانت بالإتان، إذ بدأت تسرع حتى سبقت كل المرضعات، فتعجبن وقلن: والله إن أمرها لعجيب.
حتى حليمة نفسها التي كان حليبها بالكاد يكفي رضيعها صارت تشبع الاثنين، وكان عندها ناقة عجوز لا تدر الحليب ولا تعطي اللبن، فما أن وصلوا حتى أصبح ضرعها مملوءا بالحليب. وكانوا يعيشون على رعي الغنم، وكان الرعاة يرجعون كلهم وأغنامهم هزيلة، إلا أغنام حليمة ترجع وقد رجعت سمان، فيغضب الناس على الرعاة ويقول لهم ارعوا حيث ترعى غنم حليمة، فيرد الرعاة والله ما نرعى إلا معها لكن أغنامنا لا تسمن. وعاش محمد صلى الله عليه وسلم عامين في بني سعد، وكان فصيح اللسان قويا، فأرادت آمنة إرجاعه، فقد عاد جميع الأولاد إلى أمهاتهم، لكن حليمة السعدية وخشية أن تفقد بركته رفضت وألحت على آمنة أن تبقيه عندها حتى يشتد عوده، فوافقت. لكن حادثة عجيبة حدثت لنبي الله جعلتها تعيده إلى أمه، إذ جاء ولدهم الذي رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا إلى أمه فقال أخي محمد. ففزعت حليمة قالت ما به؟ فقال الصغير لقد جاء محمد رجلان فصرعاه. فما الذي حدث؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صار نبيا القصة لأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام جاءني رجلان يلبسان ثيابا بيض فصرعاني على الأرض، ثم شقا صدري وخذا قلبي فغسلاه في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أخذوا منه علقة سوداء فرموها وقالوا هذا حظ الشيطان منك، ثم ملأ قلبي حكمة وأرجعاه إلى صدري ثم خاطى صدري. أما حليمة ولخوفها الشديد على محمد صلى الله عليه وسلم من أن يحدث له مكروه أعادته إلى أمه، وعاد محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وعاش في كنف جده عبد المطلب وأمه آمنة. ورغم أن جده كان من سادة قريش، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عاش في فقر شديد وتعود على خشونة العيش فزادته صلابة. ولما أصبح عمره 8 سنوات مات جده وماتت أمه، فرعاه عمه أبو طالب وانتقل إلى العيش في داره، وكان عليه الصلاة والسلام يساعد عمه في الرزق، فكان يرعى الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. ولما صار عمره 12 سنة قرر أبو طالب أن يذهب للتجارة إلى الشام بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وسار الركب حتى اقتربوا من أحد الأديرة، وكان رئيس هذا الدير يدعى بحيرة الراهب، وراح يتأمل هذا الركب، ولكن لاحظ شيئا عجيبا، إذ لاحظ أن هناك غيمة تسير مع القافلة، فعرف أن لهذا الركب شأنا، فأرسل يدعوهم إلى الطعام، فجاءوا كلهم وأمروا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أصغرهم أن يبقى عند متاعهم، وجلسوا يتناولون الطعام، وجلس معهم الراهب ينظر إلى وجوههم، لكنه لم ير شيئا غريبا فيهم، فسألهم هل جاء كل من في القافلة؟ فقالوا نعم، ثم قال واحد لا إلا غلاما تركناه هناك، فأرسل الراهب من يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أن رآه الراهب بحيرة حتى أصابته الدهشة، فهو يحمل كل العلامات الموجودة عندهم في الإنجيل، فبدأ يعطيه الطعام فوجده يقول بسم الله، فتعجب الراهب، فالجميع هنا يقولون بسم الله باسم العزة، ثم بدأ يتحدث معه قال ما اسمك؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمي محمد،
فزاد يقين الراهب أن هذا الغلام ما هو إلا نبي هذا الزمان، لأن الاسم موجود في التوراة والإنجيل. فبدأ يسأله أسئلة كثيرة، تأكد الراهب معها أنه النبي، ثم طلب منه أن ينظر إلى ظهره، فلما كشف رأى خاتم النبوة بين كتفيه، فعرف أنه النبي المرتقب. فالتفت إلى أبي طالب قائلا، ما يكون هذا منك؟ قال، هو ابني. فقال الراهب، ما ينبغي أن يكون أباه حيا؟ فقال أبو طالب، هو ابن أخي، لكن أنا ربيته. ثم قال لأبي طالب، لا تذهب به إلى الشام، فوالله إن رآه اليهود عرفوه، وإن عرفوه قتلوه. فلما سمع أبو طالب هذا الكلام خاف على محمد صلى الله عليه وسلم وأعاده إلى مكة. لكن رجلا مريبا التقى محمد عليه الصلاة والسلام، فيما بعد نظر إليه بطريقة غريبة لدرجة أن أبا طالب خبأه على الفور. فمن هو ذلك الرجل؟ وما الذي كان يضمر له؟ هذا ما سنراه في الحلقة التالية إن شاء الله من سلسلة السيرة النبوية الشريفة.